السلام عليكم كليان ديالنا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف درتوا مع رمضان؟ صيامكم مقبول ان شاء الله عند الله. قول لهم كيف درتوا مع شي حريره؟ والله الا شي حريره، والحريره حنا راه ما كاينش خطر لها شي حريره. مرحبا سي حسين. الحريره هي هي المائده. اكيد عمي حسين. ايوا الله يتقبل لنا والجميع. امين يا رب العالمين، نتمنى تكونوا بخير. تفضل معنا الثاني، جلاب وقميص تحت الطلب، شي حاجه مزيانه. وتخيطوندونس شكيلات ديال الهبال، شي حاجه انيقه. تفضل معنا السي حسن. جلابه كليب دو سوار، جوده اولى وممتازه، مقميص ديال الحرير، شي حاجه اللي غزاله. بغات ديرها جلابه فوق الجلابه اولا جلابه بقميص، كتجي شي حاجه اللي تخيطوندونس وشيك بزاف. والثمن الثمن الثمن غيكون ثمن غزال وثمن مشجع. العبار 52 على متر ونص، متراج سي سوفيزون، زوقات جداد، شي حاجه غزاله. دابا نبرعو في اللوينات وفي الشكيلات. مرحبا. الشقة أناقة، المويدين لمين تشوف شي جلاب وقميص. دلويون زويون. تفاعلوا عليها بشي جلاب هاد العمرين إن شاء الله. ودي لها قميص ديالها أولا جلابة في قلب جلابة. ديجيتال توا معروف كيجي مع السوز ديال توا غزال. تقدر ديريه ليه قميص أولا إيموسلين وتبرعي مع راساتك. الثمن راه غادي يكون ثمن كيف العادة، ثمن مشجع. عودناكم على الرميز، عودناكم على التخفيضات والاثمنه زوينه. حتى زواقات اخويا مهدي، تواقع زواقات جداد ياك؟ وانت كتشوف على عينيك تبارك الله. باش الكليان ديالنا حتى هما ياخذوا معنا فكره وصافي. اكيد السي حسني، كنشكرك على هذه المعلومه هذه، حتى هما زواقات جداد باقي عمرنا صورناهم، اللي حتى هما قلنا غنركزوا عليهم الثمن زوين باش نشجعوا الكليان. مازال خياطه، مازال شحال من حاجه. اللي بغى تتفكور، بغى تكادو، بغى يعطيها لنسيبتو، اللي بغى يفرح حتى ميمتو حتى هي. صراحة فيهم لوينات غزلان، لوينات كلاسيك، إدفين، وتشكيلة غزالة، محبوب الجماهير، ليوبار، هذا تا هو غني على التعريف، دخلوا فيه الوالد مزيانين، لوينات غزلان، تفضل معايا، ركزنا على الجلبات ديال الأرضية، هاد اللون الأرضية هو يدبنا لون الكريمة أولا الحمامي، الثمن اللي هو الطوب، جلابة غنية على التعريف، الكلام ديال 4000 ريال، ديجيتال كذلك هو 200. وحنا ركزنا كنا مؤخرا ركزنا على واحد لابروموسيون ديال دو بيس كتبقى 50 درهم، وقلنا حتى هاد السلعة الجديدة حتى هي غنركزو فيها في نفس الثمن، ما غاديش نزيدو أولا غنديرو الثمن اللي يكون كنديرو. الديجيتال غني على التعريف، لا في الثمن الجلابة لا في الثمن الكريب، كنا غنستمرو بنفس لابروموسيون 350 درهم اللي تاخذهم دو بيس، 7000 ريال فقط. آخر صحة الموضة ليوبار، الشكيلات ديال الاغريس حتى هما على الاشكال تحت الطلب. هي اللي تحمل شي ثلاثه براو ليا راسكم، ما تواصليش معنا تقول لنا تفوت معناها وانت ما عرفتش شنو الفيديو ديالكم. هذا علاش كنقولوا رفع عليه الجرس، ديري ابوني باش توصلي ديما من جديد. شوف معنا الشكيله تاعو ثاني، شوف معايا الجليل باعو الثاني، لوين غزال، لوين انيق، شي حاجه كتشرف وغزاله، شي حاجه ما دايعش. اللوين هذا راقي راقي راقي، قرب ليه على الديطاي ديالو السي حسين الله يرضي عليك. شوف معايا اللوين كي داير، ديجيتال غزال، مارياج دو كولور رائع لا لمناقشه. كي قال لبي حسين بل مارياج، مارياج اخويا ملي كيكون واعر صافي كيسكتك كيسكت ليك الحجره. انا ماشي كليا داك، شوف معايا اللوين هذا كيفاش جا بزاف تا هو. شوف صراحه اللون جنس السيفلون، انا حبيب والله الا اللون جنس السيفلون، شي حاجه اللي اوريجينال. و حتى الثمن اللي غنديرو ثمن غزال اللي هو 350 درهم فقط، راه ثمن مشجع بالنسبه لاغيبه جديده وسلعه جديده ولوينات سبيسيال والميتراج لوفا ماشي 42. اللي كيقص لك الثمن ديال الثوب راه يتقطع لك غير 42 32، انت غتمشي راضي فرحان شاري بثمن معقول، ولكن حتى هو راه عطيك الميتراج على حساب الثمن اللي خلصتي له. العبار 2.5 على متر ونص، والكريم بالجوده والضمان راه هو اللي كنبارطاجيو مع الجلبات ديالنا ديال الطاز ديال العقيق، دو بياس مع جوهر مع الحرير. الحمد لله الكليان ديالنا كيتغداو عندنا وكيخيطوه لهم وكل شيء، ومشكور الحمد لله. انا حبيب با 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 شوف لي على الوين كي داير، انا عمي حسين
لون راقي. بالنسبه للكليين اللي كيسولوا على الطالع، كاين شي كليين كيسولون على الطالع، ان شاء الله جاي الطالع. طالع جاي بوجود ان شاء الله باذن الله، جاي الخير جاي الخير. انت كتشوف على عيني كتزعزع ان شاء الله جاي الخير. جاي بوجود الخير الحمد لله. شوف انا عاوتاني اللون شي حاجه مزيان. الشق الاول التكيله هذا تا هو ترشيف هاد الاوغونز غيطلع مارياج بزاف. شي حاجه اللي الطوب عودناكم على السلعة الطوب على اثمنة الطوب. هذا علاش بقينا مستمرين على شي اثمنة ولا دي زوق اللي لقاو الاقبال باش الكليان تا هو مستافد تيلبس اخر ساحة الموضة بثمن زوين وكاليتي بيان سور. شوف معايا عاوتاني هاد الزوقة شي حاجة طوب صراحة. الشكيلات انا كيحيروني كنضطر ندوز غير اللوان وسقيويناتي حتى انا، مي الشكالات زوينين. كي كنقولو تحية للخياطة المبدعين ديالنا لي موديليست لي كيشكروني على التويبات انا وكيعطيوهم اون باسون غزالة وكتحمق. انا حبيبي معايا هاد اللوين هدا حتى هو شحال غزال جا مع هاد الصفيفر هدا لوين راقي راقي. حاجة طوب 7000 ريال فقط ماشي 400 ماشي 500 350 درهم وآخر ساحة الموضة. وأنا حبيبي أنا هرسنا بواحد المارون تواجه رائع بوغدو مع المارون مارياج لا يعلى عليه غني على التعريف. باقي اللوينات باقي الشكيلات راك عارف دابا أجواء رمضانية. أنا حبيبي شوف معايا عاوتاني هاد الزواقة شحال غزالة. شوف 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 غادي ركزنا على داك البلو اللي عندنا في الموتيف. شوف المرياج كيفاش طلع رائع 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 رائع. حنا هادشي كيعجبنا غير في الروم وفي المرياج ما بالك الكليان حيت حنا قدامي ملموس عارف. كتشوف لاكاليتي ديال الحرير كتشوف لاكاليتي ديال الكريم الجلابة شي حاجة اللي غزال. هادي علاش هادشي كيعجبنا حنا غير بلو بلو بعد عندنا في المحل. أنا حبيبي هذا هرسنا في هذا الفيقو حتى هو جا التناسق ديالو رائع. كتبان لك التناسق الالوان شي حاجه اللي غزاله خشي. شوف معايا هاد المارياج قلت عليها هجوم. أنا حبيبي أنا كليناتي حبيباتي عشاق. أنا شوف معايا التناسق الالوان زوقة غزالة عشاق الالوان الداكينة. اللهم بارك. هذا الوين راقي راقي مطار فيس حي مشعشع ولكن من خوي في اللبسه ديالو تحسي براسك لابسه شي حاجه اللي اليغون. هذا شوف معايا هذا مشى مع هذا الخضير ملكي حتى هو مشى الوين طوب. هي التي حبيباتي خالتي ربعوا لي يا رب. أنا حبيبي شوف معايا هذا التناسق ديالو. أنا إكسبري خليته بحال هكا حيت باش يبان الموديل ديالو سي دي غيور مشرطين كيمشيو على الطول ديالو. كاين فيه هاد اللوين هذا وكاين فيه هاد اللوين هذا. هذا لاباز ديالو نواق ركزنا معاه على نواق. وكيف فيه هاد اللوين هذا كاين عاوتاني هاد اللوين هذا لوين غزال حتى هو. شوف معايا عاوتاني هاد الحناني هذا. أنا حبيبي صراحة الشكيلة كتهبل والثمن 350 درهم فقط راه الثمن غزال والثمن مشجع. أنا حبيبي أنا عمي تبرع بيا. شوف 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 عندك الزين هذا. أنا حبيبي كيخرج من الدين الدين هذا شوف شي حاجة غزالة غزالة. لوينات راقيين كلور
تطوندونس حاجة مزيلة انا حبيبي. شوف معايا هذا كيفاش طلع حتى هو مزيلة انا حبيبي انا النهاس اخر ساحة الموضة. هذا واحد اغمس لك لينا من الزوق الاولانية باش بغيت نبدا بيه لا فيديو ولكن ماكتشافش ليه من تقد الصف صفو الاخر المهم راه حاضر اغمس مع هذاك الترابي خطر حتى هو انت هاد لاكولوغ اللي عجبلك مرشوشة هنا غاين له الجلابة ديالها عطات واحد المارياج غزال الثمن 7000 ريال والعنوان ديالنا الحي الحسني شارع افغانستان بدانيا والراحة 50 قرن محلة الورد. متنساوش الجيم والبارطاج واللي خدات شي حاجة للصحة والراحة اللي ما خدتش شغلت المحسن ان شاء الله. الوغ بالنسبة لدابا لسيدنا رمضان عندنا التوقيت شوية مديكالي على حساب لي فيديو كنمشينا مع الطقوس ديالك كنحطو لا فيديو في الصباح راه ديما الصباح لسيدنا رمضان حنا براسنا كنمشي الصباح يلاه كتفيق يلاه مع الصيام مع لافي راك عارف بنادم كيصلي بالليل قيام الليل التراويح المسائل قلنا غنبغي نحطو لي فيديو مع الربعة د العشية أولا مع الفطور اللي بغيتو خليونا في دي كومونتير حنا نحطو لا فيديو ان شاء الله نتوما خليو لنا لي كومونتير بغيت نحطو لكم فيديو اللي مهتم بالثوم وبغا تشوف فكرة على الطالع على الجديد بغات مع الربعة تخلي لنا لي كومونتير بغات مع وقت الفطور نخلي لنا على كومونتير اللي غنشوفو اللي أقبل كثر في الاقتراحات راه غادي نركزو عليه. المهم ابتداء من هاد لا فيديو راه غادي يكون مع ديك العصر هاكا ما بين العصر والمغرب ونحطو لا فيديو ونهاركم مبروك اللي خديت حاجة بالصحة تهضرنا عاوتاني جيل جديد عاوتاني كيف العادة. السلام عليكم.